السلام عليكم. مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في عام 2002، قررت تركيا التوجه شرقا نحو العالم الإسلامي، وكان العرب نقطة ارتكاز في هذا التوجه. بنى الأتراك جسورا من التقارب مع عواصم عربية كثيرة، بينما انفتحت تلك العواصم على أنقرة على قاعدة جلب المنافع المتبادلة ودرء التهديدات المشتركة. كانت الأمور تسير على ما يرام حتى انطلقت حناجر الانتفاضة العربية في تونس وما تبعها في دول الربيع العربي، وهي الأحداث التي غيرت مسار العلاقة بين الجانبين بعد أن وجدت الهتافات السياسية للشارع العربي صدى لها في العاصمة التركية. الثورة السورية وتحولها بعد ذلك إلى نقطة استقطاب سياسي دولي، وأحداث العراق والانقلاب في مصر، وكذلك تعقيدات الأزمة الليبية بعد إطاحة معمر القذافي. هذه الأضلاع الأربعة مثلت إطاراً عاماً صاغ إلى حد ما طبيعة العلاقة بين أنقرة والنظام الرسمي العربي. فما أبرز معالم هذه العلاقة اليوم، وكيف يمكن صوغ روابط سياسية متينة بين الجانبين أمام تحديات خطيرة تواجه المنطقة في ظل نظام دولي يعاد تشكيله على نار هادئة؟ هذا ما نبحثه في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الفاضلين. الميراث المشترك والتقارب الثقافي الذي جمع بين العرب وتركيا على مدى قرون عدة مكنهما من استثمار هذا الميراث من أجل تطوير علاقات سياسية واقتصادية قوية وانجذاب قطاعات عريضة من المستهلكين العرب للمنتجات التركية، إذ استقبل العالم العربي نحو ثلث الصادرات التركية الخارجية عام 2010، وارتفع حجم الاستثمارات العربية في البورصة وسوق العقارات التركية إلى مستويات غير مسبوقة. منذ 2002 بدأت العلاقات العربية التركية تمر بمرحلة جليلة من التعاون والتطور على كل المستويات، رسمية كانت أو شعبية. لكن هذه العلاقات أخذت شكلا جديدا مع بداية الربيع العربي بإعلان صريح من تركيا برفضها للأنظمة الدكتاتورية ودعمها للشعوب العربية وثوراتها، ما سبب لتركيا بعض التوتر في هذه العلاقات، بالإضافة إلى تحول تركيا إلى قبلة للمضطهدين والفارين من سطوة البطش السياسي وسوء الأوضاع في مجال الحريات، وتفاعلها البارز في التعامل مع قضايا اللاجئين خاصة مع الشعب السوري. تركيا تهتم عن كثب بالمستجدات في الشرق الأوسط، وذلك بسبب الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية التي تمتلكها مع شعوب المنطقة، أو بسبب تأثرها المباشر أو غير المباشر مع هذه المستجدات. والمراقب للشأن التركي يرى أن الأسباب الدافعة لتزايد الدور التركي الإقليمي في المنطقة هو حالة الفراغ التي تسود المنطقة بعد انهيار النظام الإقليمي العربي، وحالة التفكك والتردي اللذين اعتريا الوضع العربي بشكل عام، وخصوصا بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003. إن دور تركيا الإقليمي ووجود تقارب ثقافي وحضاري ومذهبي بين تركيا والدول العربية لا يجعل تركيا عنصرا وافدا إلى المنطقة، ويسهل قيامها بهذا الدور، لا سيما أنها قوة تمثل فارقا في التعامل مع المشروع الإيراني الذي يؤرق معظم الدول العربية وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي. وتشير المعطيات السياسية القائمة إلى دور تركي ظاهر الملامح في المنطقة التي يشكل العرب شطرا كبيرا منها، ومن ثم يمكنهم تسهيل عودة تركيا إلى توازنات المنطقة أو عرقلتها، لا سيما أنهما يواجهان تهديدات مشتركة. ينضم إلينا معي في الاستوديو الأستاذ جلال سلمي الباحث السياسي، ومعي كذلك أيضا في الاستوديو الأستاذ فراس رضوان أوغلو الكاتب والمحلل السياسي، وينضم إلينا عبر سكايب من بون الأستاذ نبيل شبيب الكاتب الصحفي، وعبر الهاتف من اسطنبول الأستاذ عبد الله تركماني الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا معك سيد جلال، ما محددات أي علاقة مفترضة بين الأتراك وبين العرب؟ في البداية مساء الخير لكم للسادة المشاهدين. في الحقيقة أهلا وسهلا. عند النظر إلى أي علاقات بين أي دولة وأخرى أو مجموعة من الدول وأخرى، يعني ننظر إلى أربع معايير. هذه المعايير، أولى هذه المعايير هو معيار الهوية.
هل هناك هوية مشتركة؟ نعم هناك هوية مشتركة بين الدول العربية وتركيا، فيجمعهم الدين الإسلامي وهم مسلمون، أيضا يجمعهم المذهب السني فهم مسلمون سنة. إذا اتفقنا بأن هناك هوية تجمع بين تركيا والدول العربية. أما المعيار الثاني فهو التعرض لتهديد مشترك. هل هناك تهديد مشترك يتعرض له العرب وتركيا؟ نعم هناك التهديد الإرهابي، هناك أحيانا في بعض الأحيان المذهبي الذي تقوم به بعض الأطراف وغيرها من إيران التهديدات. نعم. نعم. إيران لنكون واضحين. نعم إذن هناك أيضا هدف مشترك فيما يتعلق بالتعرض لذات التهديد. أما المعيار الثالث والأهم فهو المنافع الاقتصادية. هناك الكثير طيب من المنافع طيب الاقتصادية. لو أذنت لي فقط سأعود إليك، لكن نقطة مهمة يعني تعليقا على ما تفضلت به، أريد أن أسأل الأستاذ فراس، سأعود إليك طبعا. يعني بشكل عام أي دور للتاريخ في صوغ العلاقة بين العرب وبين الأتراك، خصوصا وأن الجانبين يعني متجاوران جغرافيا وهناك تداخل بين الجغرافيا التركية وجغرافيا عدد من الدول العربية. التاريخ هنا ربما يكون عاملا محوريا، لكن ما هذا الدور الذي يلعبه التاريخ في صوغ هذه العلاقة بين الجانبين؟ يعني إذا دخلنا في مسألة التاريخ الذي يلعب دورا مهما، سنحذف كلمة الحدود الجغرافية. لا يوجد حدود جغرافية في الأصل في العلاقات بين كلا الطرفين، أي في العرق التركي والعرق العربي. لا يوجد جغرافية سياسية تقصد؟ نعم الجغرافية السياسية، لأن كما تعلم يعني منذ زمن الدولة الأموية والعباسية كان التواجد العربي في اتجاه الشمال حتى الصين، والعرق التركي ممتد من تلك المناطق وحتى في الجنوب الروسي الآن. إذن هناك التداخل العربي التركي، ممكن نقول في المنطقة التي تسمى بالذات العرق التركي، من تركيا الآن إلى كازان في منطقة روسيا. إضافة إلى نقطة أخرى كما تفضل زميلنا هنا، الدين الإسلامي هو الذي جمع بين كلا الطرفين. يعني الأتراك كدولة، كشكلت كدولة أو كقوة فاعلة على الأرض الواقع، عندما أصبحوا مسلمين فأصبح بعد ذلك تشكيل ما يسمى الدولة، كانت تحت ظل الخلافة العباسية، وهذا فيما بعد وحد كثير من الأمور إلى وصلنا إلى الدولة العثمانية، وبعد ذلك إلى الحروب المشتركة في منذ القرن السابع عشر والثامن عشر وحتى التاسع عشر. ليس فقط يعني نتكلم العرب والأتراك والأكراد، هذه المنطقة المشتركة بين هذه ثلاثة العروق الأكبر في تلك المنطقة، ولكن العلاقة العربية التركية ليست فقط تاريخيا، حتى دخلت في صميم الشخصية. الشخصية التركية فيها الكلمات العربية التي لا يمكن أن تنزع من الشخصية التركية. لا يمكن مثلا، وتعلم أن مثلا الآن في كثير من الخطابات السياسية مسألة الأذان، لا أحد لا يعلم أن مثلا أردوغان عند خطابه، أو حتى ليس أردوغان، حتى منذ أتاتورك الرئيس التركي. نعم مسألة الأذان هذه مسألة من الشخصية التركية، وهي دلالة إسلامية ودلالة عربية في نفس الوقت، وحتى بعد ذلك حصل الخلاف حول مسألة ترجمة الأذان. تتحدث عن تمازج ثقافي بين الجانبين الآن، تمازج حتى ممكن أن نقول عدم انفصام، تمازج حتى هذه الطريقة. إذن التاريخ، الدين، كل ذلك وضع جغرافية كبيرة بين كلا الطرفين، لذلك الحدود الجغرافية المصطنعة فيما بعد هي نتائج الحرب العالمية. معذرة يعني أستاذ فراس، إذا قصرنا التاريخ في العلاقة بين الجانبين على فقط الدين مثلا، يعني الآن الدين انحسر في حضوره في التأسيس للعلاقة بين الجانبين، يعني إلى أي مدى هذا التاريخ ما زال يفرض نفسه على طبيعة ومسار العلاقة بين الأتراك وبين العرب اليوم؟ طبعا سيفرض مصيره بشكل كبير، لأن هناك عدة نقاط. النقطة الأولى المصير المشترك، نحن نعيش في جغرافيا واحدة، فإذا المصير مشترك، كما تفضل زميلنا أيضا التهديدات المشتركة. ثالثا الدين واحد، هذه أيضا هناك فكرة ما يسمى بأمت أو بالأمة، هذه قضية أيضا مهمة جدا عند كثير من الأتراك في هذه القضية. العمق الاستراتيجي إذا تكلمنا الآن من الناحية السياسية كتفصيل في الدول كجغرافيا سياسية، مثلا سوريا أو العراق عمق استراتيجي لتركيا، كما هي أذربيجان مثلا، هذا عمق استراتيجي لا يمكن لتركيا أن تتخلى عنه الآن. العمق الاستراتيجي ما بعد المحيط الحيوي، هذا مثلا مثل مصر، ما بعد مصر السودان، هذه نقطة أخرى، ولكن ليست في العمق الاستراتيجي المحيط الحيوي، أكثر من ذلك لدراسات أكثر كبعد استراتيجي. لماذا مثلا جاء العثمانيون وحاربوا البرتغاليون حتى لا يدخلوا إلى جدة مثلا في ذلك القرون، عندما ضعفت الدولة المملوكية، وبعد ذلك وحدوا تلك المنطقة، التوجه من أوروبا باتجاه الدول العربية. الدولة العثمانية لم تكن دولة ذات قوة بحرية،
أنشأت القوة البحرية لحماية المقدسات الإسلامية التي تعتبر من أهم المقدسات. لذلك في الدولة العثمانية في الأرشيف العثماني ستجد عدة نقاط مقدسة: بلاد الحرمين وبلاد الشام والعراق، وأيضا تعتبر مصر ربما هي حاضنة لهذه أو كدفاع مشترك بيننا. نعم، حقيقة أنا انتقلت إليك حتى يعني استطرادا على ما تفضل به الأستاذ جلال، أريد أن أعود إليك لتستكمل فكرتك عن أبرز المحللات، وكنت قد انطلقت من عوامل الجغرافيا وتريد أن تكمل. نعم، كما تحدثنا هناك دين مشترك، هناك جغرافيا مشتركة، وهناك تاريخ مشترك. وصلنا إلى المنافع الاقتصادية المتبادلة على الصعيدين النسبي والمطلق، بمعنى النسبي بأن اليوم تركيا تنتج بعض المواد الزراعية لكن لا تستطيع أن تنتج كامل المواد الزراعية. في المقابل أيضا المملكة العربية السعودية على سبيل المثال تنتج بعض المواد الزراعية لكن لا تستطيع أن تنتج كامل المواد الزراعية. فالمواد التي تنتجها تركيا تصدرها للسعودية، والمواد التي تنتجها السعودية تصدرها لتركيا. هناك يحدث ترابط اقتصادي نسبي يطلق عليه. أيضا هناك ترابط اقتصادي مطلق، بمعنى أن اليوم تركيا لا تمتلك الطاقة بينما السعودية تزخر بالكثير من المصادر الطاقة. في المقابل تركيا لديها الكثير من الأيدي العاملة بينما السعودية لا تمتلك هذه الأيدي العاملة، فيحدث بين الطرفين ما يسمى بالتكامل المطلق. يعني بمعنى أن هناك يحدث تكامل نوعي ومتبادل الفائدة بين الطرفين. أما العامل الأخير والعامل الرابع كما سلفنا، هناك أربع عوامل أو أربع محددات. المحدد الأخير هو التوجه الداخلي، توجه الحكومات الداخلية. نعم، يعني كما أسلف زميلنا العزيز، هناك توجه داخل تركيا أممي نوعا ما بأنه لابد من الاستفادة من هذه المحددات وتوظيفها في تحقيق وحدة نوعا ما دعنا نقول جغرافية واقتصادية وسياسية وحتى عسكرية مع جميع الدول العربية. هناك توجه أممي داخل. أين بدأ لك هذه الملامح؟ يعني حتى الأتراك لم يصرحوا بهذا. لا، أنا لا أصرح ذلك بأنه هناك، يعني مثلا على سبيل المثال هناك من يبالغ ويقول بأن هناك توجه أممي لتأسيس خلافة. لا، توجه أممي لتأسيس علاقات متينة مع دول الجوار، بمعنى أن اليوم هناك روابط دينية وهناك روابط مثلا على سبيل المثال تاريخية وجغرافية يمكن استغلالها من أجل. لكن هذا أعطيك بعض الملامح. تفضل. أعطيك بعض الملامح. تفضل. على سبيل المثال قبل عام 2011 كان هناك ترابط اقتصادي وثيق جدا بين سوريا وتركيا، وصل حد فتح الحدود ورفع التأشيرة. اليوم في عصرنا الحالي حتى لا نكون يعني معولين على التاريخ، هناك تعاون عسكري متين بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية. إذن لماذا تركيا توجهت أصلا من عام 2002 إلى يومنا هذا من الغرب نحو الشرق نوعا ما؟ لأنها وجدت في الشرق حاضنة إسلامية وثقافية وتاريخية مشتركة، وبعيدا عن العواطف. وإن كان جلال عواطف. نعم. أنا فقط ملامح. نعم. موجودة. لا يعني شك، واضح. وإن كان هذا ليس مجمعا عليه في الشارع التركي، الشارع السياسي، لكن ثمة يعني ثغرات في العلاقة بين الجانبين. أريد أن أتحول إلى بون في ألمانيا لأسأل الأستاذ نبيل شبيب، يعني منذ سقوط الدولة العثمانية التي كانت تلم شعث المسلمين ومن ضمنهم العرب، حدث كثير من التوترات بين الأتراك وبين العرب لأسباب كثيرة، منها ما هو مرتبط بالبعد الأيديولوجي القومي، ومنها ما هو مرتبط برؤية كل فريق من الفريقين لمصالحه القطرية. السؤال هو إلى أي مدى اليوم ما زال الأتراك والعرب محكومين لهذا الإرث التاريخي الحديث الذي يؤرخ لمرحلة ما بعد سقوط الدولة العثمانية؟ يعني يؤرخ الواقع بتشويه التاريخ الذي كان قبل سقوط الدولة العثمانية وسقوط الخلافة. الواقع معظم الأشياء التي كانت آنذاك تصنعها تركيا العثمانية لمختلف البلدان والأقطار التي كانت تابعة لها جرى تشويهه تحت عنوان العنصر القومي. جرى تشويهه من الجانبين، يعني القومية التورانية التي ظهرت في تركيا من خلال، لا أريد الآن أن أدخل في التاريخ مفصلا، الواقع هذه القومية لعبت دورا في الابتعاد عن العنصر الإسلامي الذي يجمع ما بين شعوب التي كانت تحت سلطة الدولة العثمانية. وبالعكس عندما ظهرت أين القومية العربية لدينا، أصبح هناك نوع من التشويه التاريخ والعلاقات مع الدولة العثمانية، وطرح هذا التاريخ كدولة عدو، كدولة احتلال، وليس كدولة توحد المسلمين وتحكم بسلطة من خلال سلطة مركزية. بالتالي الواقع هذا أحد العوامل الرئيسية التي بقيت طوال الفترة الماضية. رغم ذلك يلاحظ الإنسان شيء رئيسي في الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كانت الدولة في الدرجة الأولى علمانية، عندما كانت العلمانية المتشددة تحكم في تركيا وبالحكم العسكري إلى حد كبير،
الواقع كانت هناك علاقات بين وقت وآخر، كانت هناك إمكانية للاتفاقات أكثر مما ظهر في العهد الأخير. في الفترة الأخيرة منذ عهد أربكان أيضا قبل الواقع عهد حزب التنمية العدالة والتنمية، الواقع كان هناك محاولة جادة، ولكن هذه المحاولة الجادة التي نشأت منها مثلا مجموعة الدول الإسلامية الستة، الواقع هذه يعني لم تقف على قدميها. أحد الأسباب الرئيسية ما يمكن إطلاق عليه التبعية والهيمنة. كثير من الدول العربية التي تعاونت تركيا معها، فتحت أبوابها، استطاعت أن تعقد بعض الاتفاقات معها وبعض بعض مجالات التعاون، الواقع إلى حد كبير مرتبطة بسياسات أجنبية وخاصة بالسياسات الأمريكية. بالتالي عندما تتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، نجد أن هذا التوتر الواقع يمتد إلى البلدان العربية التي تتعاون مع تركيا في الأصل. الآن كما ورد قبل قليل من الزميل فراس على ما أعتقد، الواقع هناك تعاون حتى في المجال العسكري ما بين تركيا والإمارات. رغم ذلك صور العداء الأخيرة الواقع كانت هي الطاغية. أنا أعتقد بأنه بسبب الواقع أن البلدان العربية الواقع غير مستقلة استقلالا ناجزا. طيب، أريد أن أسأل الأستاذ عبد الله تركماني عن تركيا. واضح أنها منذ مرحلة الانتفاضة العربية حاولت بلورة مشروع التمدد خارجيا، مد نفوذها أسوة بما تفعله إيران كعنصر موازن للمشروع الإيراني. السؤال هو ما طبيعة هذا المشروع، وإلى أي مدى يمكن للعرب أن يسهلوا هذا التمدد التركي كعنصر موازن للتمدد الإيراني الذي يخيف عواصم عربية كثيرة؟ أولا مساء الخير لك عزيزي وللسادة أو الزملاء المشاركين أهلا وسهلا وللمشاهدين أيضا. لدينا جميعا أننا ثلاث قوى إقليمية مؤثرة في المنطقة، تركيا وإيران وللأسف إسرائيل أيضا، وبالتالي يعني لكي أتعاطى مباشرة مع سؤالك، من الطبيعي جدا أن يحصل نوع من التنافس بين القوتين الإقليميتين تركيا وإيران. بالنسبة للمشروع التركي، لا أقول التمدد في الحقيقة بقدر ما أقول بحثا عن المصالح المشتركة، بدلا من يعني يمكن أن أطلق التمدد الإيراني، ولكن لا أقول بالتمدد التركي، وإنما هناك مصالح مشتركة، هناك نموذج تقدمه تركيا للعالم العربي خاصة منذ سنة 2002 اللي هو الإسلام الديمقراطي، الإسلام الوسطي، وأيضا مستندة إلى تاريخ الدولة التركية الحديثة الأتاتوركية في الحقيقة، التي تجمع أو تحاول منذ 2002 أن تجمع بين الديمقراطية والعلمانية والإسلام الديمقراطي. هذا هو النموذج الجذاب في الحقيقة للشعوب العربية، وهذا ما يمكن أن يؤثر عمليا في مسار الثورات العربية. لذلك شعوبنا العربية تتطلع إلى هذا النموذج التركي لهذه الاعتبارات. في بينما هناك محاولات إيرانية ضمن إطار ما هو معروف عن التوسع الإيراني والتمدد الإيراني والهلال الشيعي. يعني لكن استاذ عبد الله، انت تحدثت عن مصالح مشتركه بين تركيا وبين الدول العربيه، هل لا حددت لنا بشيء من الاختصار من فضلك ملامح او معالم هذه المصالح المشتركه اليوم؟ طبعا اليوم في علاقات دوليه المصالح الاقتصاديه هي مصالح اساسيه. اليوم تركيا، الاقتصاد التركي الذي هو جزء من يعني مرتبته 17 في الاقتصاد العالمي، بينما للأسف مشاريع التنمية في العالم العربي أغلبها تعثرت
من الطبيعي جدا أن تكون هناك. وكما قال الأستاذ جلال منذ قليل، هناك شيء من التكامل الاقتصادي، يعني المنطقة العربية وتركيا يمكن أن يتكاملا اقتصاديا بالاستفادة من النمو الاقتصادي لتركيا. صحيح الآن في هذه المرحلة تعاني بعض المشكلات الاقتصادية، ولكن يعني هناك اقتصاد تركي متطور ومتقدم يمكن فعلا الاستفادة منه في الإطار العربي. نعم، لكن هذا النمو الاقتصادي الذي تريد أن تقدمه تركيا إلى العرب والمصالح الاقتصادية المشتركة ربما وقفت عند حدود الحراك العربي الذي قدمت أنقرة مقاربة مختلفة عما قدمته الأنظمة العربية تجاه ما يجري في الشارع العربي. أريد أن أبحث معك ومع ضيوفي الكرام عبر سكايب وفي الاستوديو، لكن بعد فاصل قصير. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 1280 أفقي. أسعدكم الله، ما زلنا معا في الحديث عن العلاقات التركية العربية. سريعا أذهب إلى أوغلو، يعني الآن العلاقات بين أنقرة والعواصم العربية لا يختلف اثنان على أنها في أحسن الأحوال يعني ليست مثالية، إن لم نقل إنها متوترة. ثمة من يقول إن المقاربة السياسية التي قدمتها أنقرة تجاه الشارع العربي المنتفض ودعمها لمطالب الشارع العربي أحدثت شرخا في العلاقة بين أنقرة وعواصم العرب. هل هذا هو السبب الحقيقي أم أن ثمة أسباب أخرى خفية من مثل عدم رضا العواصم العربية الكبرى عن الدور المركزي الذي تريد أن تضطلع به أنقرة في المنطقة أو أسباب أخرى؟ أنا سأبدأ من حيث انتهيت، يعني التطلع المركزي بالنسبة لتركيا بسبب انهيارات في الكيانات السياسية التي حصلت في المنطقة العربية، وبذلك ستدخل تركيا لتملأ هذا الفراغ. وحتى الدول الدولية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، هذه الدول التي تعتبر نفسها أنها القائمة على المجتمع الدولي، هي لا تستطيع أحيانا أن تقوم بأشياء في مناطق إقليمية فتتبع الدول الكبيرة في الإقليم. لو كما تفضل أخي جلال، لو لم يحصل مثلا الثورة أو الحرب أو أي سميها ما شئت في سوريا، كان التبادل التجاري بين الطرفين 5 مليارات دولار تقريبا، وهذا رقم كبير في ذلك الوقت في حتى عام 2010. لكن بعد ذلك حصل انهيار سياسي هناك. طبعا موضوع العراق، احتلال الأمريكي ربما أثر، ونعلم كانت التصويت في البرلمان التركي في عام 2003 برفض هذا الاحتلال. إذن هناك مشكلة في مصر، في تونس، كل هذه الأمور جعلت هناك انهيارات سياسية. إذن كيف لا ستدخل تركيا؟ طبعا التنافس بين الدول هذا هو الكائن الأساسي بين الدول، يعني في عالم السياسة التنافس هو العلامة الصحيحة بين الدول. لذلك سنجد هناك تيارين ربما الآن، التيار لقب بين قوسين بالإسلام السياسي، والتيار الآخر الذي لم يلقب في هذا الاسم. أصبحت تركيا هي الداعمة لهذا التيار السياسي، بدأت هذه الدول لا تريد هذا التيار كما حصل مثلا في مصر أو كما قيل في سوريا أو في تونس، كما في النهضة، أيضا في المغرب وفي السودان. إذن هناك تواصل. تركيا لماذا تريد ليس فقط التواصل السياسي، أيضا تريد التواصل الاقتصادي. أنا خسرت مليارات هنا في سوريا، قصرت في العراق نفس الشيء، ولكن أعدت البناء في منطقة شمال العراق، والآن في الزيارة الأخيرة لشاوشغلو إلى العراق، إلى البصرة حتى، إلى الجنوب. لماذا هذه الزيارة؟ هناك قراءة سياسية بأن هناك سيكون تراجع للنفوذ الإيراني في العراق، إذن لابد أن أقوم في هذه الخطوات. هذا نفس الشيء حصل في منطقة السودان، والآن السودان
حصل انقلاب على البشير. لذلك أردوغان قبل فترة قصيرة جدا قال نحن مع الشعب السوداني، ماذا سيقرر؟ سنكون نحن في هذا الخيار، ولكن سنبقى محافظين، نحاول محافظة على المصالح التجارية. إذا هناك لابد من أن تكون مطاطية من الناحية الاقتصادية، هذا مهم جدا لتحرك العجلة السياسية وتحرك العجلة الاجتماعية. هذه كلها تنافس، تحدث نوع من التنافس مع دول أيضا منافسة، السعودية دولة منافسة، مصر دولة منافسة، إذن هناك حركة تنافس في هذه المنطقة تفيد دول ولا تفيد دول أخرى. لكن أنت ضربت مثالا مهما عن موقف أنقرة من الشارع السوداني ومن الحكومة السودانية. أريد أن أسأل أستاذ نبيل في بون، يعني تركيا حقيقة تجد نفسها كما لو أنها أمام معادلات صفرية، هي تدعم انتفاضة الشارع العربي بشكل واضح لا مرابة في ذلك، بينما تريد المحافظة على مصالحها التجارية والاقتصادية التي هي رهن بالأنظمة العربية. كيف يمكن السير وسط حقل ألغام هذا فيما يبدو أنه معادلة صفرية، المحافظة على المصالح الاقتصادية مع الأنظمة الرسمية وعدم التخلي عن الشارع العربي الذي يطالب بمطالب مشروعة من منظور التركي؟ يعني هناك هذا التناقض القائم الواقع في المنطقة العربية، سواء قبل الثورات أو بعد أن أظهرت الثورات وجود هذا التناقض بينها وبين تركيا الواقع في عهد العدالة والتنمية. في عهد هذا الحزب الواقع الحديث الآن، قبل قليل كان هناك تأكيد أنه يجمع بين عدد من العناصر من بينها ما سمي الإسلام الديمقراطي أو الإسلام السياسي إذا كان أحب غيرنا تسميته بهذا الشكل. الواقع هذا الإسلام الواقع هو المرفوض في بلادنا في الوقت الحاضر، ليس لأنه فقط اتجاه إسلامي، وإنما لأنه يقوم على الإرادة الشعبية في الوقت نفسه. فتركيا في نموذجها جمعت بين الأمرين، الإرادة الشعبية والتوجه الإسلامي، دون الواقع أن تنقض ما كان في العقود الماضية. بينما الدول العربية معظم الأنظمة القائمة، ولذلك كانت الثورات الواقع قائمة على أنظمة استبدادية، على أنظمة عسكرية، على أنظمة حزبية، الحزب الواحد إلى آخره، وبالتالي كان هذا التناقض موجود، لابد أن يفجر المشكلات. المصلحة الاقتصادية وحدها الواقع تحقق الفائدة وتحقق التقدم عندما تكون الأوضاع مستقرة على أسس الإرادة الشعبية أيضا. أما عندما تفتقد الإرادة الشعبية المصلحة الاقتصادية، يعني عندما يحكم النظام القائم على هواه إلى حد كبير أو على مصلحته الذاتية في الدرجة الأولى، يمكن أن يضحي بالمصلحة الاقتصادية من أجل أن يمسك بقبضته الأمنية على إرادة الشعوب. وبالتالي التناقض لابد أن يقوم، ولا أعتقد بأنه سيسهل بعد أن قامت الثورات ولم يعد لها لم يعد يمكن الرجوع بالتاريخ إلى الوراء. الواقع لا يمكن أن تسهل العلاقات. أستاذ شبيب، يعني معذرة عن المقاطعة، لكن أنا إنما قصدت من سؤالي، يعني النظام السياسي في تركيا رفع شعارات مبدئية في البداية، وهذه الشعارات المبدئية تقتضي منهم مسايرة الشارع العربي، لكن المصالح الاقتصادية تضغط بقوة على السلطة الحاكمة في تركيا لسبب لاعتبارات داخلية. هو السؤال هنا، إلى أي مدى ستلجأ أنقرة إلى اتباع براغماتيتها التي يقر المراقبون بأن الحكم التركي يتمتع ببراغماتية عالية في إدارة شؤونه السياسية؟ هل ستلجأ إلى الخيار البراغماتي وتتخلى عن مساندة الشارع العربي تحقيقا لمصلحة اقتصادية تحافظ على استقرارها الداخلي أمام ناخبها ولا تقطع شعرة معاوية مع هذه الأنظمة؟ يعني هي حاولت ذلك على سبيل المثال بالثورة في الثورة في سوريا، عندما تحركت في البداية من أجل التواصل مع بشار الأسد في حينه، من أجل أن يتبع سياسة على الأقل مقبولة تجاه الشعب الثائر ضده، ولكنه لم يستجب لذلك، وكانت هناك مصالح اقتصادية كبيرة مباشرة مع سوريا، وأيضا كسوريا كممر تجاري لبقية البلدان العربية في الجنوب. بالتالي الواقع كان هناك محاولة، ولكن لا تضحي، يبدو أن تركيا ليست على استعداد لأن تضحي الواقع بالمبادئ، بالمثل، بالرجوع إلى إرادة الشعب التي قام العهد الجديد على أساسها، مقابل الواقع فقط مصالح اقتصادية محضة، لأن هذه المصالح ممكن أن تنقض في أي وقت إذا لم تكن قائمة على الإرادة الشعبية أيضا. طيب أريد أن أتجه إلى جلال، يعني تحدثت قبل قليل عن التهديدات المشتركة بين العرب والأتراك، هل سردت لنا طبيعة هذه التهديدات وإلى أي مدى أنقرة والعواصم العربية متفقان ومدركان وواعيان بأن هذه التهديدات هي مشتركة بينهما؟
يعني على سبيل المثال أعطي مثالا، في أذار مارس 2015 اجتمعت تركيا والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى قطر من أجل تأسيس جيش الفتح في سوريا، في شمال سوريا تحديدا، من أجل إيقاف المد الإيراني الذي كان قد وصل إلى إدلب، وخشية تركيا في ذلك الوقت من فعلا تمدد هذا التوجه أو يعني استكمال إيران تمددها حتى حدود تركيا، فتوجهت نحو فعلا التمتع ببراغماتية دعنا نقول، واجتمعت مع السعودية وقطر من أجل مجابهة هذا التهديد. إذن هذا ملمح أساسي يبين بأن هذه الدول تستطيع أن تتفق فيما بينها. أيضا إلى جانب ذلك، يعني تقصد أن إيران هي مهدد مشترك؟ يعني في بعض الأحيان، أو ليس ببعض الأحيان، لكن أنقرة لا ترى يعني أن إيران مهددة مشترك، وهي بالعكس ترتبط بعلاقات اقتصادية أكبر مع إيران. أنقرة براغماتية، براغماتية لا لا, لا. نعم. يعني هناك مثلا على سبيل المثال كما أسلف أستاذ شبيب، هناك نعم توافق مثلا اقتصادي بين إيران وتركيا من جهة، وأيضا بين تركيا والدول العربية من جهة، لكن هناك تناقضات سياسية، وكما أسلف زميلنا العزيز هنا، نعم قد نكون متفقين اقتصاديا ولكن سياسيا نكون مختلفين، وهذا طبيعي جدا. أيضا في حرب السعودية في البداية، عاصفة الحزم عندما بدأت، كانت تركيا مؤيدة نوعا ما لهذه الحركة أو لهذا الحراك، واصفة هي بأنه مهم جدا لحماية المنطقة من الزعزعة المذهبية. أيضا في العراق في كان هناك أيضا تعاون بين تركيا وشمال العراق نفسه وكردستان العراق في البداية. إذن يعني هناك في بعض الأحيان يكون هناك إدراك لهذه التهديدات، ويكون هناك تحرك في إطار هذا الإدراك. إلى جانب ذلك وأخيرا، يعني إدراك تركيا والدول العربية بوجود تهديد إرهابي يعني كامنا في داعش وغيرها من الحركات الإرهابية، وكثيرا ما رأينا هناك كان تحرك مشترك بين تركيا والعراق على سبيل المثال، بين تركيا وغيرها من الدول العربية الأخرى التي تحركت من أجل يعني صد هذه الحركات. أخيرا نقطة أخيرة، هناك تهديد الهجرة، يعني على سبيل المثال يعني تركيا تشترك مع مصر وليبيا والجزائر وعدد من الدول العربية بالحدود البحرية في حوض شرق البحر المتوسط، وتعاني فعلا من هذا الأمر، وعلى الرغم من وجود توتر مع مصر في هذه العلاقات، لأنها تسير من خلال الاتحاد الأوروبي يعني ما يمكن أن نسميه سياسات مشتركة من أجل مواجهة الهجرة غير الشرعية. إذن هناك بعض التهديدات سواء كانت مذهبية أو تهديدات كانت إرهابية أو تهديدات من الهجرة غير المشروعة وغيرها من التهديدات، تجعل هذه الدول تدرك ضرورة التحرك المشترك، وفعلا في بعض الأحيان نجد أن هناك تحرك مشترك. معذرة جلال، عندما نقول تهديدات إيران للأمن القومي العربي، قد يكون هذا مفهوم بسبب غياب منظومة رسمية متماسكة عند العرب، وبسبب غياب الجيش القادر على الأقل أن يواجه التمدد الإيراني في هذه المنطقة في هذه المرحلة. لكن عندما نتحدث عن تركيا، ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي بعد أمريكا، وقوة بشرية واقتصادية هائلة وجبارة، لا يمكن أن تفكر إيران بتشكيل تهديد لتركيا. من أين ينبع التهديد الإيراني لتركيا؟ وهل يكون التهديد فقط في القوة العسكرية؟ هناك على سبيل المثال تهديد بشري، عندما يعني نشهد كل يوم وآخر هناك توجه من الميليشيات الشيعية بين قوسين لتهديد العمال الأتراك الموجودين في العراق بمنطلقات شيعية. من الذي يعني جعل هذه المنطلقات الشيعية موجودة بقوة لدى يعني العراقيين؟ أيضا هذا تهديد يعتبر. أيضا هناك يعني مثال حتى أبسط الأمور أكثر، يعني هذا جاري لكنه مؤذي، مؤذي ليس مؤذي بشكل مباشر ولكنه يعمل على النميمة، يعني أكون مبسط جدا للأمور، هل تؤذيني النميمة بشكل شخصي؟ نعم تؤذيني، لأنه يفسد العلاقات مع هذا الطرف ومع هذا الطرف ومع هذا الطرف. وعلى سبيل المثال عندما تصل العلاقات إلى يعني مع العراق بين العراق وتركيا إلى حد كبير من التوتر، يبحث عن إيران، لأن إيران تكون نوعا ما محركة لبعض الجهات العراقية. أيضا اليوم العلاقات التركية السورية، يعني في البداية حاولت تركيا قدر الإمكان كما أسلف ضيفنا العزيز من بون أن يعني تسعى إلى حل الأزمة السورية بعيدا عن التصعيد، ولكن كان هناك دعم إيراني ونوعا ما روسي حال دون ذلك. أيضا إلى جانب ذلك أيضا تهديد إيران موجود ليس فقط كما أسلف في القوى العسكرية، بل أيضا في التنافس الاقتصادي. هناك تنافس اقتصادي قوي جدا أو جو اقتصادي صح التعبير بين تركيا وإيران. كيف ذلك؟ بشكل مختصر، تركيا تحاول أن تجعل ذاتها أو جغرافيتها مركزا لنقل الغاز من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة، أي من الدول العربية أو منطقة الشرق الأوسط بشكل عام إلى الدول الأوروبية. في المقابل تسعى إيران إلى أن تجعل سوريا هي المحور الجغرافي الذي ينطلق منه النفط والغاز من خلال مد الغاز الإيراني والأذربيجاني انطلاقا من الأراضي الإيرانية مرورا بالعراق وصولا إلى سوريا ومنها إلى لبنان ومن ثم إلى الاتحاد الأوروبي. إذن مكامن التنافس لا تكمن فقط في يعني دعنا نقول في مثلا القوى العسكرية، هناك بعد اقتصادي، بعد سياسي، بعد ديموغرافي، بعد تاريخي، بعد جغرافي، والكثير من الأبعاد التي لابد من
الاشاره اليها. اريد ان اسال الاستاذ عبد الله تركماني معي من اسطنبول. استاذ عبد الله، بالرغم من التهديدات المشتركه كما اسلف ضيوفنا هنا في الاستوديو بين العرب وبين تركيا، الا ان العرب وتحديدا بعض الدول الخليجيه اختاروا ان يضعوا كل بيضهم في السله الامريكيه، بينما مصر اللافت بالرغم من امتلاكها قوة عسكرية كبيرة وبالرغم من دورها التاريخي في المنطقة الذي طبعا تراجع في هذه المرحلة، أيضا ذهبت غربا نحو أمريكا واقتربت أكثر من الكيان الصهيوني. ما الذي يمنع العرب من إقامة علاقة متكاملة مع تركيا بدلا من الذهاب غربا في مستقبل ربما لا يكون مضمونا، مشوشا، غامضا؟ يعني أولا فيما يتعلق بسؤالك، يعني أولا بدنا نأخذ في عين الاعتبار أنه اليوم يعني لما نتكلم عن العرب هذه الكلمة العامة أغلبهم بشكل ثورة مضادة، يعني اليوم مصر ولا السعودية ولا غيرها من الدول الأساسية بعد غياب العراق وسوريا تحديدا يشكلون قوى ثورة مضادة، بينما تركيا كما تفضل الأساتذة الأكارم عمليا حاولت أن تلعب دور رافعة للثورات العربية وما زالت حتى الآن يعني في دعمها للمعارضة السورية ولي يعني التوجهات العامة لربيع الثورات العربية، من الطبيعي جدا أن يكون هناك تناقض أو اختلاف بين الطرفين. طبعا يعني في الأساس المشكلة في المنطقة بغض النظر عن طبيعة الأنظمة هناك غياب لمنظومة أمن إقليمي تنظم العلاقات بين القوى الإقليمية الرئيسية، لذلك نلاحظ هناك محاولات من القوى الإقليمية يعني عودة إلى النقاش الذي كان سابقا مع الزملاء حول العلاقات الإيرانية التركية. من الطبيعي منطقة حيوية مثل منطقة الشرق الأوسط طالما أنه لا توجد منظومة أمن إقليمي متوافق عليها بين القوى الإقليمية الرئيسية أن يكون التنافس هو السمة الرئيسية للصراع ضمن مفهوم ما يسمى الإزاحات الاستراتيجية. لا يمكن في منطقة ما حيوية مثل المنطقة العربية والمنطقة الشرق الأوسط بما تحتويه من موارد نفط وموارد غاز وبما تحتويه من مواقع استراتيجية على المياه يعني وإطلالتها على عدة قارات، من الطبيعي جداً أن يحصل هناك تنافس بين القوى الإقليمية. متى يمكن لهذه القوى الإقليمية إن كانت إيران أو تركيا أو إسرائيل أو العرب أن يجدوا قواسم مشتركة لمصالحهم المشتركة؟ عندما تكون هناك منظومة إقليمية متفق عليها. العالم كله الآن كما نعلم في كل القارات توجد منظومات إقليمية تنظم العلاقات بين القوى الموجودة فيها فيما عدا منطقتنا في الشرق الأوسط، لذلك ما نراه الآن من تنافس إيراني تركي هو في الحقيقة جانب من بمعنى هذا التنافس من أجل لعب دور أساسي في المنظومة الإقليمية التي يعمل لها من أجل المستقبل. طيب. في هذه المنطقة. أريد أن أبقى معك أستاذ عبد الله يعني حتى أعود وأختم هنا في الاستوديو. يعني هناك من المراقبين من يعني يحمل تفاؤلا مبنيا على قراءة دقيقة بأن العرب والأتراك ربما يكونون في طريقهم إلى التقارب، شاءوا ذلك أم أبوا، تقارب مصلحي وليس بالضرورة أن يكون مبدئيا، وذلك على قاعدة التهديدات المشتركة وليس بالضرورة فقط إيران وإنما إعادة تغيير المنطقة، إعادة رسم الحدود الجغرافية لهذه المنطقة. إلى أي مدى تتفق مع هذه التحليلات ولماذا؟ هو لا شك يعني موضوعيا اليوم في المنطقة المصالح العربية والتركية أقرب إلى بعضها البعض
ولكن المشكلة أن بعض حكامنا العرب للأسف لا يدركون هذه المسألة. يعني عندما يضعون بيضهم كما تحدثتم سابقا في سلة الولايات المتحدة الأمريكية بدون يعني أن ينتبهوا إلى يعني قوة إقليمية مهمة مثل تركيا تقدم نموذج للتقدم وللتنمية وللديمقراطية وللعلمانية وللإسلام أيضا الوسطي، فمن الطبيعي جدا يعني أن لا يقع هذا الفهم المشترك للمصالح المشتركة. لذلك أنا أعتقد أن الكثير من الحكام العرب يتحملون مسؤولية كبيرة في عدم البحث عن هذه المصالح المشتركة. نعم، أشكرك أستاذ عبد الله، شكرا جزيلا. أريد أن نذهب إلى بون. أستاذ نبيل، يعني الآن إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك في المدى المنظور طبعا استفاقة عربية بأنه لا بد من العودة إلى المنطقة، لا بد من حماية المنطقة من أبناء هذه المنطقة والعودة إلى إقامة علاقة ما وفق مقاربة ما وفق رؤية ما مع تركيا بدلا من الذهاب إلى الغرب والارتماء في أحضان الكيان الصهيوني إلى ما لا نهاية؟ أخي، القضية ليست قضية براغماتية كما الواقع تطرح بهذا الشكل، ليست قضية لدى هذه الأنظمة بالذات. الواقع عندما نقول يعني أو قال صاحب كتاب طبائع الاستبداد، الاستبداد هو أصل البلاء. الواقع أصل البلاء أيضا يقضي على الفكر البراغماتي، يقضي على الفكر. أنا ما أحب كلمة براغماتية لأنها تعني المصالح النفعية الذاتية، أما لا، يقضي على الفكر الواقعي، يقضي على التفكير بعنوان المصالح أو أساس القواسم المشتركة، يقضي الواقع على الفرص الموجودة، فلا ينظر إلى ذلك نظرة منطقية لحتى نبني عليها أو نستشرف منها إمكانات أن يكون في المستقبل المنظور شيء من هذا القبيل كما ذكرت. ولكن الواقع الذي يمكن أن يبنى عليه بأن التغيير قد بدأ في بلادنا العربية، لم يعد في الإمكان الحفاظ على الاستبداد إلا بثمن باهظ. أحيانا الذين يدفعون هذا الثمن الواقع يدفعونه أكثر من باب التضحيات الذاتية، يعني تضحيات الشعوب، ولكن لابد من أن يأتي التغيير. عندما يأتي التغيير يمكن أن تلتقي المصالح وتنجح. أما طالما نبني المصالح على يعني على أوضاع زئبقية إلى حد لا بأس به، بالتالي لا يمكن الواقع أن تدوم. قامت هناك محاولات لتحقيق بعض التواصل على أساس مصلحي ولم تصل إلى نتيجة، يعني تدمرت أمام أول امتحان وهو امتحان تحرير إرادة الشعوب من خلال الثورات، ويمكن أن تتكرر وتدمر من جديد. أما إذا كان هناك نوع من تغيير حقيقي في البلدان العربية من المستوى على المستوى الشعبي، كما نشهد الآن نوع من الوعي الأكبر لما ينبغي صنعه كما يجري الآن في السودان وفي الجزائر، يعي الشعب الواقع من التجارب السابقة في البلدان الأخرى بأنه يجب أن يكون هناك تغيير جذري حقيقي. فإذا حصل هذا التغيير يمكن أن تبني أشياء على المصالح ما بين تركيا والأنظمة العربية، وحتى إيران إذا حدث فيها تغيير يمكن أن يتجدد التواصل معها. طيب أشكرك. يعني أستاذ فراس، حدثت محاولات تركية عدة لاجتذاب العرب انطلاقا ربما من إيمان الأتراك بدورهم التاريخي، لكن لم ينجح، خاصة أربكان نجم الدين أربكان الزعيم الإسلامي الكبير في تركيا وزيارتيه الشهيرتين اللتين أخفقتا إلى ليبيا وإلى مصر. السؤال هنا الآن، ماذا اليوم، ماذا تريد تركيا من العرب حتى يعني تستطيع أن تتكيف مع التغييرات التي تجري للمنطقة؟ أنا أريد أن أختصر عدة أمور بعجالة. يعني بالنسبة لتركيا الآن، أعتقد أنها تقوم على ثلاثة توازنات: الشرق، روسيا والصين، والغرب، الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، والعالم الإسلامي. هذه ثلاث قواعد الآن تقوم عليها السياسة التركية. يعني العدالة والتنمية ربما نجح في إنشاء العنصر الثالث وهو العالم الإسلامي، وربما إذا لم ينجح في انتخابات القادمة العدالة والتنمية أو غيره سيستمر مع العالم الإسلامي، لأنه مثل الدول الخليج أو دول العربية الأخرى أو دول إسلامية، لأنها دخلت في تشابك كامل في الاقتصاد. الآن تركيا تصدر إلى باكستان أمور مهمة جدا عسكرية وأيضا البنى الفوقية والتحتية، إذا هذه قضية ليست فقط في المنطقة العربية. أيضا النقطة الثانية، العلاقات التي بدأت بين تركيا كدولة والدول العربية كدول جغرافية سياسية هي بدأت مثلا أول زيارة أنا حضرتها من الأرشيف
في عام في 6/7/1931 الملك العراقي زار تركيا، وأيضا الأمير عبد الله من الأردن في عام 31/5/1937 زار تركيا. منذ ذلك الوقت إذا نحن نتكلم عن زيارات متبادلة، حتى عصمت إنونو الذي هو يعتبر أبو القوميين في تركيا زار مصر في عام 1950، لكن الزيادة الملحوظة في الزيارات التركية إلى الدول العربية بدأت في الثمانينات، حتى الثمانينات كانت تعتبر تركيا هذا أحد الأسباب. عدنان مندريس يعني ربما. بعد عدنان مندريس، عدنان مندريس حاول، ولكن بعد الثمانينات في ممكن تركوتوزال وما قبل تركوتوزال، نعم كانت هناك قراءة بأن المنطقة العربية ليست أهلا للتوجه إليها سياسيا، لذلك كانت أقل، وكان توجهات أكثرها إلى إيران، إلى إسرائيل، كانت هناك علاقات إذن قوية في هذا السياق، لكن بعد الثمانينات بدأت العلاقات تتحسن وخصوصا في دول الخليج. هناك قراءة اليوم ماذا تحتاج أنقرة من هذه الدولة؟ اليوم هي استكمال القراءات السابقة، نحن نتكلم عن دولة، لا نتكلم عن مجموعة أشخاص أو حزب. الحزب ينتهي فكره عندما تصبح في الدولة. منذ الثمانينات بدأت الزيادة الملحوظة في مثلا في زمن كينان أفران، هذه الزيارات بدأت، بعدها تركوت أوزال، بعدها زيارات عندما توفى تركوت أوزال بدأت زيارات أخرى، سليمان ديميريل، وبعد ذلك أحمد نجدة سيزار، بعد ذلك عبد الله جول، الزيارات الكبيرة، وبعد ذلك أردوغان. إذن هي استمرارية، هذه من ضمن هذه الاستمرارية كما تفضلت السيد أربكان عندما زار ليبيا، و هنا كانت القراءة في تركيا بأن الزيارة كانت فاشلة، لكن حقيقة الأمر هي لم تكن فاشلة، هو استطاع أن يأخذ من ليبيا عدة أمور، لأن كان دول عربية تقول بأن حزب العمال الكردستاني مثلا أنه يحق له أن يؤسس دولة أو ما شابه ذلك، أي الدعم، لذلك كانت الزيارات إلى ليبيا، ولكن أخذ دعم في تلك الوقت بأن نهاية البيكاكا أو الدعم. وبعد ذلك بدأ أربكان بالنجاح في إقناع دول أوروبية بتصنيف البيكاكا كحزب إرهابي، وهذا استمرار الآن. أردوغان الآن يسعى إلى إنهاء البيكاكا مثلا، ولكن نتجت عنه قضية أخرى، هي هذه أيضا تهديد مشترك، ليست فقط إيران، الغرب الآن يدعم الوحدات حماية الشعب الكردي التي هي امتداد مثلا للبيكاكا، لا تريد حلولا سياسية واضحة في سوريا، لا تريد حلولا سياسية واضحة في إذن المشترك. وهذه النقطة الأخيرة، عندما يدخل الغريب في هذه المنطقة لن يفيد ولن يخرج بسرعة، هذه نقطة مهمة. ربما هذا ما تدركه تركيا على لسان مسؤوليها. دعني أعكس السؤال إلى الأستاذ جلال، يعني باختصار ماذا يريد العرب من تركيا وماذا باستطاعة أنقرة أن تقدم لهم؟ حكومات أم شعب؟ حتى طبعا حكومات، في طور العلاقة مع الحكومات الآن. نعم، اليوم في ظل الوضع الراهن في الوطن العربي نلاحظ أن كما أسلف الأصدقاء هناك سيطرة من حكومات تريد فقط إنهاء الثورات إن صح التعبير، واليوم ما يريده أو ما تريده هذه الحكومات بشكل واضح وبدون أي مواربة هو إيقاف دعم أنقرة لهذه الثورات. تريد من أنقرة أن ترجع إلى سابق عهدها كما كانت قبل عام 2011. كانت أنقرة قبل عام 2011 يعني متجهة أو يعني مسلطة الضوء فقط على كيفية إنشاء علاقات اقتصادية قوية، كيفية إنشاء علاقات دبلوماسية قوية، كيفية إنشاء حتى علاقات ثقافية قوية تعليمية وغيرها، يعني فتح كليات هنا وهنا وإلى آخره من هذه العلاقات المتبادلة. ما تريده الدول هذه اليوم يبدو أنه هذا بالضبط وبالتحديد، لكن هل تستطيع تركيا تقديم ذلك بشكل يسير؟ يبدو أنه صعب، لأن تركيا اليوم تتحمل المسؤولية اليوم في شمال سوريا، أيضا تركيا تتحمل المسؤولية في شمال العراق في الموصل وغيرها من المدن، أيضا تركيا تتحمل بعض المسؤولية في تونس، يعني هناك الكثير من المسؤوليات التي تناط بتركيا انطلاقا من هوية تركيا في المنطقة. يعني تركيا اليوم يناط بها يعني هوية الدولة الإقليمية نوعا ما المركزية ذات الهوية الناعمة وذات الهوية العلمانية المعتدلة، ليس المتشددة على سبيل المثال كما إيران، وليس الغريب على المنطقة كما إسرائيل، بل هي دولة مركزية نوعا ما تقدم النموذج المختلط ما بين العلمان والإسلام المعتدل. ويبدو أن تركيا ما تستطيع أن تقدمهم هو هذا النموذج، لكن فيما يتعلق برغبة الدول العربية الأخرى يبدو أن ذلك يحتاج إلى وقت من الزمن. لو بعشر ثواني تفضل. على تركيا أن تدرك بأنها لا تخيف الأنظمة الأخرى، يعني هذه أيضا نقطة خلاف، يجب على تركيا أن تحيط بها علما. الأفكار السياسية التي تفيد تركيا قد لا تفيد الآخرين، هذه نقطة حساسة جدا، أعتقد هي أيضا من أحد الصراعات بين كلا الطرفين وأحد النقاط الوفاق التي ممكن تكون بين الطرفين. أشكرك جدا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيوفي في الاستوديو الأستاذ جلال سلمي الباحث السياسي،
وكذلك الأستاذ فراس رضوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي. كما أوجه شكري الجزيل إلى الأستاذ نبيل شبيب الكاتب الصحفي، كان معنا من بون عبر سكايب. والشكر موصول أيضا للأستاذ عبدالله تركماني الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، وكان معنا عبر الهاتف من إسطنبول. الشكر الأكبر لكم مشاهدين الكرام، إلى لقاء بحول الله تعالى.